ايوا المشاهدين كلشي كيلهت اليوم. انا وعاد العاد دخلنا كوينه ديالي ما شافك ليا يلا دخلنا. الصراحه اليوم مازال ما صايبت الفطور والو، دابا الخمسه بالزياده. انا ديما راه هادشي ديال الخفه مزربان ضروري. خديت هنايا الكوفيت وخديت هاد لي كالامار هادو وخديت الصباط ديال التجوال. شي حطيت لي سيدي الباركيت هاهي سيدي حيت كتعاونني زعما كتدخل معايا الحاجات من الدروج لهنايا. وخديت هنايا هادو الكنور وداكشي اللي غنحتاج في الطياب وخديتها. من الصراحة زوينين، بغيتهم لاصوب ديال سيليا باش ملي كتبقى لي لاصوب ولا شي حاجة كيخصني، واخا يلاه باي باي، كيخصني نحطها. شوف المجر كيخصني نحطها مثلا في الثلاجة، كنبغي شي حاجة هكا اللي تكون زاج وميم طون تكون هزة ديال القياس اللي غنحط. وصافي هادو بحال كويسات وعندهم الغطاية بحال هكا، زوينين الصراحة. لاصوب أي حاجة صايبتها لسيليا غنديرها لها في الثلاجة. وخديت اليوم خدينا الخاميات ديال الصالون وخدينا الزريبيات ديال الصالون، باغا ندير واحد الشكل شويه ديفيرون. انا تيعجبني ندير شي حاجه اللي ما نكونش زعما عند الناس كاملين وداكشي. غنشارك معكم الزريبيات وغنشارك معكم الخاميات. بالنسبه للخاميات خديت هذا اللون هذا، ما عرفتش واش يوقف التليفون هنا حيت ما دايرهش رينغ لايت. الخاميات خديت 6 ديال الخاميات، علاش؟ حيت الشراجم ديجا عندنا عرض وانا باغا نخدم واحد الطريقه زوينه بزاف. خديت جوج ديال الالوان، خديت هذا اللون هذا اللي هو قريب اللون ديال الفراش، احمر بارد ماشي داك الغوش فرونسي. ومهم هادو خديت منهم 3، وهذا اللون هذا خديت منه 3، خديتهم هكا واجدين باش وقت ما بغيت نبدل اولا وقت ما بغيت شي لون اخر. سيري اش كديري ماما كتستفلي يا بنتي؟ وقت ما بغيت نبدل اولا وقت ما بغيت نحيد ندير حاجه اخرى سيغ بلاص يجيني داكشي ساهل، ما كيعجبنيش داكشي بلدي كثر من القياس ومطروز وداكشي تقيقل، ما عاجبنيش الصراحه. بالنسبه للزريبيات خديت هاد الزريبيات هادو، ما عرفتش علاش هادي ما شعشطو. الزريبيات خديت هادو بلاتي نكتب لكم كاميرا. دوك الناس اللي كيديروا وحدات ثقيله وداكشي، خديت هادو اللي كيكونوا خفاف بحال هكا، هادو التركيين بحال هكا. المهم التيسو ديالهم زويون الصراحه وسهلين في التنظيف، كاين البرودوي ديالهم اللي كينظفهم وكلشي. وهذا مكان نفرشهم وندير الخاميات ونعاودو نتلاقاو. واحد الروينه وما تخلعوش، راني خارجه من الصباح بكري مشيت قضيت شي اغراض انا وعدي. وي مامو ميرسي بنتي كتعطيني تقضي كتقول لي هاكي ماما. مشيت تقديت انا وعدي واحد قضينا واحد الاغراض بكري ورجعت عاد عاوتاني قلت لسيليا وخرجنا عاوتاني مشينا اسواق السلام كارفور مونسيو بريكولاج. المهم داكشي كله درت عليه، قضيت شي اغراض اخرين شي حوايج اخرين حتى من بعد نشاركو معكم. المهم شوفوا الروينه ما تخلعوا ما تدهشوا، هادشي كله ان شاء الله غيتجمع ولكن ماشي دابا. دابا غادي نحاول انني غير ندفعو من جهه وحده دوك لي مسخين اللي غيدار في الماكينه غنديرو في الماكينه، واللي ما غيدارش في الماكينه غيتشفع كله لجهه لجهه وحده باش نقدر بريباري بعدا الفطور هو الاول. حيت مشى الحال غندير الكالاماري تسلق، غادي نصوطي هذاك الكروفيت، غادي نصوطي هاد الصوره ديال الدجاج مع شويه ديال البصله. هذا هو فطورنا اليوم وانتهى الكلام. المهم هادشي اللي كان بالنسبه اليوم.
في اطار تركيب الخاميات. المهم انا هو هذا الديكور اللي قلت لكم بغيت، باقي ان شاء الله غيتقادو، باقيين غادي يتشدوا بواحد اللعيبات كيجيو هنايا، ما عرفتش شنو كيسميوهم الصراحه، غيجيو فحال هكا. وفي نفس الوقت انا ما بغيش داك الشيء بلديك اكثر من القياس، كيف ما قلت لكم داك الطرزه وداك الشيء ديال الشبكه وفوق منها وفوق منها ما تيعجبنيش. بغيت هادو مودرن او ميم طون غيجيو مع هاد الصالون هذا، وغيجيو مع اي صالون اخر سواء كان مودرن او لا بلدي. جريت وجريت تاعي تشوف الروينه هنايا، ما ديرش على هذا الشيء، هذا راه باقي الامل، باقي هاد الخميه هذه باقي ما فرشتش الزرابي، راه مال هيسي اللي راهي كتلعب بالبيبي تاعها. دغيا دغيا وجدت هادشي كيف ما قلت لكم، فريت شلاضه ديال الخيار والخس، لقيت ما عنديش خضره باش نصايب شلاضه، وما بقاش لي الوقت باش غنسلق ولا نفور الخضره. الروز ومايز، الكالامار كروفيت والكالامار كروفيت، ودوك الصدوره ديال الدجاج معاهم لاصوص اندلس. هذا هو فطورنا الحمد لله اليوم. يلا مشيت وصلت لجارتي فطورها ورجعت، وبصحه وراحه فطوركم، وخليكم معايا تكمل هذه الحريره هذه، نشوفوا كي غتولي. لاله ساليت الروينه، سالينا الفطور دابا. شوف هذه بحال هكا كتجي، وجبت وحدين اخرين غيهبطوا ليا هذه من فوق الثلاجه باش غادي نحطوا لي كاطو اللي غنحتاجو غدا. اول حاجه غادي نحطها غير مع الفطور، راكم عارفين حنا اصلا كنمشيو عند حد ما كيجي عندنا حد الفطور، كنحطو غير هكا حليوات كويس ديال الدار، غنحط داك الشيء كله اللي غنحتاج. شوفو ختكم زعما هاد كاع مصايب ستايل ديال الفطور، غير غريبة ماشي شي حاجة. هادي غندير فيها غريبة، والحليوات الاخرين غادي نديرهم في تبيصلات، ونحط واحد شوية د الفاكية، داكشي اللي غيقدنا حنا بجوج صافي، ماشي داكشي اللي احنا اصلا ما نقدروش ناكلو حيت يلا نهار الاول من بعد الصيام، الو غير نديرو العادات والتقاليد وصافي. سيليا نو ماما، سيليا انا غريبه كنصايبها بحال هكا، غريبه ديال الزنجلة فايتة شاركتها معاكم في القناة. سيليا المهم يلا نقدوها بحال هكا. عادي خذ لي هذيك اللي خدات، شوف بحال هكا انا نحاول نزيد القط. جات بحال هكا، ما مسدودش الغلقه ديالي، ما مسدودش بالغلقه مزيان، مي ماشي مشكل اصلا غتحط هكايا هكا في الطبلة ما تحطش مسدودة. إيوا يا لالا، المهم أنا كنت كنهضر مع الكاميرا كيحسب لي كتصور وما كنصورش، قلت لكم أنا هاد العام الحلوة غير شريت هادو، ما صايبتش بزاف، صايبت غير العادي الغريبة هي اللي صايبت، وهاد جوج شكيلات تاهوما درت لهم في التبصيل بحال هكا، خديتهم الصراحة من عند واحد السيدة صاحبتي لها مرادر، وداك الشي ديال نفس ديال لالا وديال ديال الأكابر زعما. داكشي زوين وبالمقادير مضبوطه و الحقو طريقو. صايبت دابا هاد البلا هذا، باقي ليا البلا الاخر حتى هو غنصايب فيه جوج كيلات بحال هكا، وعاد واحد لي بلا صغيورين حتى هما غندير فيهم. ونفرحو براسنا يا لالا، كاين شي واحد ما احسن من راجلي نفرح بيه، ما احسن من بنتي نفرح بيه، لا فرحو براسنا اللي محتاج عائلته هو هذا، كنخلقوا الاجواء ديال العيد مع بعضياتنا بوحدتنا ونفرحوا براسنا. هذا حتى هو غندير فيه شكيلات. المهم احبابي محبس معكم لا فيديو هنايا، دابا غادي نمشي. اول حاجه داكشي اللي غندير من بعد دابا غادي نشاركو لكم، ندخلو في فلوق ديال العيد ان شاء الله. غنمشي نصايب شعري، ندير واحد الماسك لوجهي حيت دابل بزاف قوه الجره وقوه التماره وديك الشقاوه هذا. هذا مكان
وش الاخر؟ تهلاو لي فراسكم وعيد مبارك سعيد ان شاء الله يا ربي باش ما تمنيتو، عساكم من العوده ينعاد عليكم بالخير والسلام واليمن والبركات يا ربي. تهلاو لي فراسكم، واذا كنتو جداد على القناه ما تنساوش انكم تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. باي.